أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شاب تعمد ترك الصلاة عدة أيام تهاونا منه، مع أنه من أهل التدين والصلاح، وتاب من ذلك وهو الآن نادم وتائب، والسؤال: هل تعتبر زوجته طالق منه في حال تركه للصلاة في تلك الأيام تهاونا؟ إذا كان النتاب من قريب والمرأة لم تخرج من العدة فهي زوجته، أما إذا كان أنه تأخر في التوبة، تارك للصلاة وتأخر في توبته واستمر على ترك الصلاة حتى خرجت الزوجة من العدة فإنها تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد. نعم.